طب ايه حكايه كابتن بدير لما النادي الاهلي كان عايزك في فتره من الفترات اول ما طلعت او بدا اسمك يتعرف ورحت النادي الاهلي وقابلت الكابتن صالح سليم، الحكايه كانت ايه بقى؟ لا يا الحكايه مش كده، مش من غير ما تعرف الحكايه جت في فتره الصيف كان النادي الاهلي بيعمل اختبارات. فانا قلت انا اروح الاختبارات وانا وحظي. من نفسك الاول؟ من نفسي كده. خدت بعض ورحت النادي الاهلي، لقيت ما شاء الله الوفات، اعداد كبيره الوفات. انا دخلت فالكابتن فتحي نصير ربنا يديله الصحه قال لي انت مين انت؟ قلت له ده انا جاي كذا كذا. قال لي استنى انت شويه. انا قلت استنى شويه يعني ايه؟ يعني هو خلص بقى ومش محتاج. فلقيته بعد ما خلصوا الاختبارات والاعداد مشت، قال لي تعال. كان عامل ماتش ودي مع مدرسه اسمها السعديه مع اللي هم اللعيبه بتاعت 18 سنه في النادي الاهلي القديمه. فكانوا ناقصين العدد، يعني فرقه النادي قدام مدرسه السعديه وانت هتكمل الفرقه. كملني بالعدد. انا كابتن اسامه فوجئت بعد الماتش، لقيته واخدني في ايده كده كابتن فتحي نصير. كابتن فتحي نصير وداخلين على الكابتن صالح سليم الله يرحمه في مكتبه اللي كان تحت التتش تحت المدرج. ايوه كان هو مشرف عام على الكوره. انا فوجئت بصراحه. اول مره تشوف الكابتن صالح سليم حاجه تانية، كاريزما. بقيت واقف عامل زي العسكري قدامه. كابتن فتحي قال له يا كابتن الواد ده لازم نخلصه، ده الواد ده كويس وبتاع. انا طبعا خفت اقول لهم ان انا مسجل في المنصور في النشئين. قلت انا سيبها دلوقتي. فالكابتن صالح قال له وماله، خلص له اجراءات وعمل له الترتيبات ومفيش مشكله والمشوار اللي جاي يجيب والده معاه. وفعلا كان دخل علينا زي الايام اللي احنا فيها ديت، دخل علينا شهر رمضان. كابتن فتحي اللي احنا هنبدا يوم كذا هنبقى في شهر رمضان. اداني اللي هي البنات بتاعت الغدا من المطعم ورتب لي بقى الامور وكارنيه كده علشان ادخل بيه او حاجه زي التصريح ادخل من البوابه وانا جاي. فرحت جبت والدي وفطرنا وقبل التمرين خدني للكابتن صالح سليم ومعايا والدي. قعدنا، انا كنت في الثانويه. راح عشان تمضي بقى الاستمارات يعني وتتسجل رسمي في نادي الاهلي. والكابتن بقى صالح علشان يطمن والدي ما تقلقش عليه بالنسبه للدراسه وبالنسبه للثانويه احنا هنجيب له مدرسين. النادي الاهلي متكفل بكل حاجه. وقعدوا في شقه مع احمد عبد الباقي، كان لسه جاي من المنيا. كابتن احمد واحد صعيدي بقى محترم مالوش بقى في هنا وهنا. المهم يعني اتنين من الاقاليم فيقعدوا مع بعض. قاعد يطمنوا وبتاع. فوالدي اطمن يعني. قال لي خلاص واعتبر ان هو ابننا ومفيش مشكله. فالمهم بقى روحنا رجعتوا المنصوره تاني. رجعنا المنصوره وكابتن فتحي قال لي هنبدا فتره اعداد بقى يوم كذا. بعد خلال اسبوع. فرجعت فانا قلت بقى ما انا لازم اقول لهم بقى ان انا كنت مسجل في ناشئين نادي المنصوره. فقلت للكابتن فتحي قلت له بجنب، قال لي لا مفيش مشكله. فخدني ورحنا لمين؟ للكابتن صالح. علشان اقول له. فقلت له يا كابتن كذا كذا وبتاع. قال لي لا مفيش مشكله، مين ماسككم؟ قلت له الكابتن حلمي سليمان الله يرحمه. الله يرحمه. قال لي حلمي خد رقم تليفوني لما تنزل منصوره وانت عنده خليه يكلمني. فنزلت الكابتن حلمي الله يرحمه كان له فندق هنا. فقلت له الوضع كذا كذا كذا، استغرب. كانت مفاجاه. تك 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 اتصل بيه. انا كل يا كابتن اسامه اللي اسمعه من الكابتن حلمي حاضر يا كابتن. حاضر يا كابتن عينيا. ده كلامه مع الكابتن صالح سليم بيقول له كل حاجه تمام. حاضر. المهم قال لي ايه ده؟ قلت له قال لي خلاص روح وانا هتصرف مع اداره النادي عندنا هنا علشان يدوك استنى. فكان في كابتن حسين حويده هو نسيب كابتن حلمي. هو كان ماسك النادي فرفض. قال لا انت عاوزينه يجيبوا لنا الخطيب ومصطفى يونس وكرامه. عقد الامور يعني علشان متمسكين بيك في نادي المنصوره. المهم انا كنت تحت 18 سنه. وفي نفس السنه كنا صاعدين لدوره تصعيد دوري ممتاز سنه 74. انا فوجئت لقيت هنا النادي بيختارني ان انا صعدت الفريق الاول. يعني هم عاوزين ايه يعني يحطوا ايه
يعني لا. عقدك في العملية يعني مجرد ما عرفوا انك هتروح النادي الاهلي بقيت في الفريق الاول. وصل بقى كابتن اسامه مشكله كابتن صالح باتصالاته مع المحافظ. المحافظ استدعى مجلس اداره بالليل علشان يحل القصه، وكان في تمسك من نادي المنصوره بيه مش عايزين يفرطوا فيه. لدرجه ان هم جابوا الجماهير، كان الاول في جماهير ضغط، جابوا جماهير وقعدوا تحت المحافظه يهتفوا وبتاع كضغط علشان ما يحصل. فالمهم المحافظ على ما اتذكر كان محافظ كان اسمه توفيق قراره تقريبا، قال لهم ده الاستغناء والاهلي وناس كبار مكلميني ومش عارف ايه ونخلص فقالوا لا احنا عندنا استعداد نخلص بس حضرتك تقبل الاستقاله بتاعتنا. وكانت ايه على شفا الصعود، فعملت قلق جماهيري ودوشه موهبه محمد بدير ما ينفعش ينفرط فيه دلوقتي. والمهم الموضوع يعني وصل لغايه كده منع للمشاكل والكلام ده.